ليك ثروت؟ أنا لقيتهم سلك. يا زكي، هذا السلك لتحريك الكرسي. اللي صار وتعرف مين يلي عمل هيك؟ اللي بيحط القنبلة ما راح يكتب اسمه عليها يا الياس، هذا هو المنطق. المنشأ روسي، بس واضح انه الشخص اللي ركبها لساته مبتدئ كتير. طيب وعرفت مين هالشخص المبتدئ هاد سروات؟ وعرفت ابوه. حل عني شوي، شو الشغلة شوربة؟ شبك سروات، انت ليش هيك عم تعصب علينا؟ يا الياس انا ما فهمت، ليش ما رحنا على المشفى لنخرج عمر مع العيلة؟ لانه مرت اخي ما طايقة تشوف حدا. هي برأيها إذا رحنا بفجروا لسيارتها. شو ما قالت فهذا حقها، القنابل اليدوية بتخوف أكتر لسه. ليكن ردولنا إياها؟ رح أعطيكم جواب مختصر بيّن معي شباب، هذا شغل لجودة السمكري. طيب مين هذا جودات؟ اللي مين جودة السمكري؟ تمام ريها، تمام معلم الياس، قال فخري وريها صاروا بمحله للرجال. أي محل؟ خلص شيلونا من القصة هلأ، بس اللي جودة السمكري مين بيكون يا سروات؟ بس أنت من وين بتعرفوا لجودة السمكري معلم صوص؟ خلص اخرسوا. مين جودة السمكري ومحل شو هاد؟ اشرحولي معلم. ملاقينه لجودة السمكري مقتول بمحله، المعلم فخري وريها جوات محله بالمنطقة الصناعية هلأ، وخبروني إنه طلع عنده سوابق كتيرة. مو بس سوابق بسخة، تفرج ليك هالشغل الزبالة. ايه طيب معلم سروات، انت كيف عرفت إنه جودة اللي مركب هالقنبلة؟ ليك رابط اللحام موصول بطريقة كتير غبية. هاي قنبلة، هاي قول الياس. لك هذا جودة السمكري، مين يلي طلع قاتله؟ ريها حاليا عم يتواصل مع معارفه بقسم الجنايات، وبظن لهلأ ما لاقوا القاتل. إذا بدك بعمل اتصالاتي أنا. بس شي مرة واحدة خلوني استفاد منكم. أنا عرفت إنه جودة السمكري هو يلي عامل القنبلة، بس مين حطها بالسيارة؟ وإذا ريها ما قدر يعرف مين اللي قتل جودة، شو عم يعمل هنيك لكان؟ ليش صارعنا برفقاته بقسم الجنايات؟ الياس، القاتل مبين. الشخص اللي قتل جودة السمكري هو نفسه اللي حط القنبلة بالسيارة. مين هو وشو بيشتغل رح نعرف أكيد. أي طيب فخري، أنا فهمت عليك، أنت متوتر شوي، خلاص بحكي معك بعدين. شو قصته هاد اليوم؟ أنا هلأ حكيت مع معارفي بقسم الجنائية، الكل شو ما كانوا عم يحكوا لك لا تخبر الياس ريها. ايه طيب انت ليش معصب علي؟ ماني معصب ولا شي، ما تخلوني اعصب بالاجباري. يعطيكم العافيه.